المرأة العراقية منذ شبعة ديسمبر في الجنوب حتى عشتاري بابل وصولاً إلى سميراميس أشور في الشمال، كانت تلك النجمة الساطعة المضيئة عبر التاريخ، ولا تزال تحكي لنا قصص أمجادها وهي تحتل مكانتها الريادية في كل المحافل والمناسبات. واليوم دعونا نتعرف على دورها بين أزقة وصفحات الكتب. ما الذي جذبك لمهنة بيع الكتب؟ هي حب القراءة. كنت في البداية أقرأ فقط، ترددت إلى شارع المتنبي كثيرا، فهذا اللي خلاني أحب شغلي في الكتب. هذا الشيء جيد يعني، ونحتاجه إحنا في مجتمعنا حتى تكون عندنا فد مرونة في التعامل بالمجتمع، حتى ما نواجه صعوبات. يعني مو مثلا أني وحدي أشتغل وأحس روحي وحيدة، لا، من أشوف وياي أكثر من بنية يعني نفسياً أرتاح. ما الذي جذبك لمهنة بيع الكتب؟ أحب التعامل ويا الناس. أنا أصلاً مشتغلة موظفة مبيعات سابقاً، فأحب أنه أتعامل ويا الناس، هالشي يضيف لي، فكلش أحب هذا المجال. غير التعامل ويا الناس، مثلا احنا هنا نحكي عن كتب مو منتج اخر. طبعا انا اصلا قارئة كتب، فاحب انه ارغب الناس اكثر بقراءة الكتب، وهذا الشيء يعني يضيف ثقافة للناس، وهذا الشيء مفيد ايضا، مفيد جدا للمجتمع. هي مهنة نشر الثقافة، يعني اكيد انه الكتب عوالم، كل كتاب يدخلك عالم وثقافة مختلفة، ياخذك إلى مكان مختلف ودولة مختلفة وأنت بمكانك، فأنت قاعدة بين مجموعة عوالم، كأنما أنت في مركز من العوالم المتوازية اللي بحياتك أنت ما زرتيها، يعني دول وناس وثقافات وحتى ميثيولوجيا وتواريخ، ويعني لغات منقرضة وشعوب منقرضة، يعني أنت تفرين العالم كله وانتي بمكانك، فماكو احلى من هذا الشيء. ماذا قدمت لك هذه المهنه بشكل عام؟ قدمت لي الوعي، الثقافه، انه اكون متمكنه في اي مجال يطرح علي واتناقش به، يعني وقدمت لي فن الاقناع، يعني انا اي فكره اطرحها اقدر انه اقنع المقابل بسهوله.